السلام عليكم. شرح لمحاضرة الفوريير سيريز. فوريير سيريز، تعريف الفوريير سيريز: A Fourier series is a mathematical representation، أي هي تمثيل رياضي of a periodic function. فلو كان لدينا أي دالة periodic يمكن التعبير عنها بصم، يعني مجموع من الساين والكوساين function. لتوضيح ذلك نلاحظ هذه الصورة. مثلا لدينا هذه الدالة periodic function، فنلاحظ بالنسبة لهذه الدالة هذا هو البريود للدالة، يبدأ من هذه النقطة ثم تعود إلى نفس النقطة، هذه نقطة البداية ونقطة النهاية. إذا هذا هو بريود واحد، وهذا البريود الثاني، وهكذا إلى هذه النقطة. إذا هذه الدالة periodic. هذه الدالة البريوديك يمكن التعبير عنها بمجموعة من الساين والكوساين فانكشن. لاحظ هذه مجموعة من الساين والكوساين، دوال الساين والكوساين. لو جمعنا هذه الساين والكوساين لحصلنا على هذه الدالة البريوديك. إذا أي دالة بريوديك بأي شكل، ساو توث، سكوير، أي دالة بريوديك يمكن التعبير عنها بمجموعة من الساين والكوساين. يعني حاليا هذه الساين والكوساين، هذه الموجة البريوديك هي حاصل جمع هذه الساين والكوساين. إذا لو جمعنا هؤلاء الساين والكوساين لحصلنا على هذه الدالة البريوديك. الفوريير ترانسفورم، في الفوريير ترانسفورم هذه الدالة مثلا نسميها x of t على سبيل المثال. الفوريير ترانسفورم يعطينا ال x of عفوا الفوريير سيريز يعطينا ال x of t، والمطلوب إيجاد هذه الدوال الساين والكوساين. إذا هذا هو الفوريير سيريز من الفانكشن أو الدالة ال f of x أو ال x of t، أي اسم، نوجد مجموعة الساين والكوساين لها لإيجاد. طبعا من خصائص الفوريير سيريز، شرط بالفوريير سيريز أن تكون الدالة بريوديك. يعني نلاحظ هذه الدالة بريوديك، هذا البريود الأول، البريود الثاني، وتمتد إلى ما لا نهاية. إذا الدالة يجب أن تكون بريوديك. شرط البريوديك أن x of t تساوي x of t زائدا تي نوت، هذه من خصائص البريوديك. إذا يجب تحقيق هذه الحالة لكي نستطيع تحقيق الفوريير سيريز. ولكن في الأسئلة دائما يعطي find فوريير سيريز، يعني يعطيها لدالة بريوديك، لذلك دائما الحل يبدأ بمعادلة الفوريير سيريز. معادلة الفوريير سيريز هي أي نوت على 2 زائدا summation من ال n تساوي 1 إلى infinity للأي كوساين n أوميجا نوت تي. لاحظوا هذا هو حد الكوساين، ويضرب بالكوفيشنت اي ان زائدا بي ان ساين ان اوميجا نوت تي. اذا وهذا هو حد الساين. ما المقصود بالبي ان والاي ان والاي نوت؟ هذه هي الكوفيشنتس، وبحل الاسئله يجب ان نجد الكوفيشنتس. دائما نجد الكوفيشنتس في حل الاسئله، نجد الاي نوت والاي ان والبي ان من معادلات ناخذها لاحقا بعد قليل. والاوميجا نوت نلاحظ ان اوميجا نوت تي، الاوميجا نوت هي الراديان فريكونسي وتمثل 2 باي على تي نوت، حيث تي نوت هو زمن البريود، البريود تايم. تي نوت تمثل البريود. البريود تايم. زمن البريود. إذا نلاحظ كيف نجد الأي نوت والأي إن والبي إن. نجدها من هذه العلاقات: الأي نوت تساوي 2 على تي نوت زمن البريود من الصفر إلى تي نوت للإكس أوف تي دي تي. الإكس أوف تي هي الدالة المعطاة، والأي إن تساوي 2 على تي نوت تكامل ايضا الاكس اوف تي، وتضرب في كوساين ان اوميجا نوت تي دي تي. والبي ان الكوفيشنت بي ان 2 على تي نوت تكامل من الصفر الى ايضا الى الكابيتال تي نوت، اكس اوف تي ساين ان اوميجا نوت تي. اذا تكون بدلاله الساين. لفهم هذه المعادلات ناخذ هذا المثال: فايند فوريير سيريز. هذه فوريير سيريز of the given x of t، هذه هي ال x of t المعطاة بالسؤال. نلاحظ هذه هي ال x of t where x of t is a periodic function. إذا أعطانا أن ال x of t هي periodic function فنطبق عليها الفوريير سيريز. نلاحظ أن زمن البريود هذا هو زمن البريود ال t naught،
إذا نستطيع حساب التي نوت تساوي تي 2 باي تي نوت تساوي 2 باي، واضح 2 باي ناخذ صفر أو ناخذ هذا البيريود الثاني، لا يوجد إشكال في ذلك. إذا ما هي معادلة الـ x of t؟ يجب معرفتها. لو كان لدينا دالة بشكل ساوتوث، هذه تسمى ساوتوث أسنان المنشار، كيف نحسب x of t؟ هنالك علاقة x of t، لاحظوا هذه العلاقة موضحة هنا، هاي يجب معرفتها من مبادئ الرياضيات. لأي ساوتوث لو كان البيك لها أي عظم قيمة لها أي والزمن t البريود، فنقول x of t تساوي قيمة البيك مقسومة على زمن البريود في t لأنها بدلالة t. وبالتالي بالنسبة لهذه الموجة كيف نحسب الـ x of t؟ x of t تساوي البيك لها باي، معطى بالسؤال البيك لها معطى باي، والزمن البريود t نوت هو 2 باي، إذا نقول باي على 2 باي مضروبة في t، ممكن t داخل أقواس أو بدون أقواس. هذا بالنسبة للـ x of t. نختصر الباي مع الباي فنحصل على t على 2، هذه هي الـ x of t التي سنكاملها، هذه تمثل x of t. حدود الـ t من الصفر إلى 2 باي زمن البريود الواحد، لأن أخذنا زمن البريود من الصفر إلى 2 باي، والـ t نوت تساوي 2 باي هي 2 باي ناقص صفر، الأوميجا نوت هي 2 باي على t نوت، هاي العلاقة الثابتة، ونعوض 2 باي والـ t نوت 2 باي فتساوي 1. إذا ننتبه أن الأوميجا نوت نعوضها بالحلول دائما ب 1. نأتي إلى حل الأي نوت. علاقة الأي نوت تساوي 2 على تي نوت تكامل من الصفر إلى تي نوت الإكس أوف تي دي تي، فقط نعوض 2 باي 2 التي نوت طبعا هي 2 باي، نستطيع التعويض عنها، نقول حاليا ما راح نعوض عنها، نقول نتكامل من الصفر إلى التي نوت لل 2 باي للتي على 2 دي تي. نأخذ هذه الاثنان، نستطيع أخذها كعامل مشترك خارج، نأخذها عامل مشترك قرب التي نوت، أو نستطيع التكامل ولكن سنأخذها كعامل مشترك. فلو أخذناها عامل مشترك تصبح اثنان هنا وتختصر مع هذه الاثنان، فيصبح لدينا واحد على التي نوت. إذا اختصرت هذه الاثنان لأن أخذنا هذه الاثنان عامل مشترك. يجب الانتباه، هذه الاثنان تختلف عن هذه الاثنان. ما هو تكامل التي؟ تكامل التي هو تي تربيع على 2، وحدود التكامل من الصفر إلى 2 باي، من الصفر إلى 2 باي هذه حدود التكامل. الآن نعوض عن التي تربيع بال 2 باي ناقصا نعوض عنها بصفر، فنقول 1 على 2 تي نوت 2 باي تربيع ناقص صفر ويساوي 1 على 2 في 2 باي. وهنا لو نعوض عن ال 2 باي هذه ال 2 باي تصبح 4 باي تربيع، نختصر فنحصل على، لاحظوا نختصر هذه الاثنان 4 4 ولدينا 2 في 2، فنختصر هذه الاثنان مع الاثنان مع الأربعة، والباي مع الباي تربيع فيصبح الناتج النهائي باي. إذا أي نوت تساوي باي. نحسب الـ AN. لحساب الـ AN أيضا نطبق علاقة الـ AN المعطاة سابقا، ونعوض عن التي نوت بواحد مباشرة، ممكن تعويضها 1 على 2 باي تكامل من الصفر إلى 2 باي. طبعا هنا سنختصر الاثنان مع الاثنان، هاي الاثنان ستختصر مع هذه الاثنان، وهذه الاثنان نأخذها عامل مشترك خارج التكامل ثابت، فنحصل على 1 على 2 باي مرة ثانية لأن هاي الاثنان جاءت أتت إلى خارج التكامل، صفر إلى 2 باي، ونعوض عن يبقى لدينا فقط التي، لأن عوضنا عن الاكس اوف تي هي تي على 2، فيبقى لدينا تي كوساين ان تي دي تي. لحل هذا التكامل تي في كوساين ان تي يجب ان نستخدم باي بارت، طريقة اليو دي في او طريقة اليو في باي بارت. فنقول علاقة اليو في هي هذه العلاقة، تكامل حدود نفس حدود التكامل من 0 الى 2 باي يو دي في، هذا هو الحد الذي سيمثل هذا الحد، يساوي يو في ناقص تكامل في دي يو. كيف نطبقها؟ طبعا هذه طريقة ثابتة، نأخذ التي بيو نعوض عن تي بيو، لاحظوا نقول يو تساوي تي، والكوساين ان تي تساوي دي في، هذا الحد يساوي دي في، نكتب دي في تساوي كوساين
ان تي في دي تي، لا ننسى الدي تي. حاليا هذا الحد لو اشتقق، قمنا باشتقاق الطرفين، فنقول دي يو يساوي دي تي، اذا وجدنا الدي يو والدي تي. ثم نقول الفي نكامل الطرفين، يعني نكامل هذا الحد وهذا الحد، تكامل دي في هو بي، تكامل الكوساين نحن نعرف تكامل الساين هو ساين ان تي، ونقسم على مشتق الداخل القوس التي هي ان، فيحصل في يساوي ساين ان تي على ان. اذا هذه الامور الاربعه اذا وجدناها نستطيع حل تكامل اليو بي. فنقول اذا نقول تكامل 1 على 2 باي، تكامل من الصفر الى 2 باي نكتبها مثل ما هي، تي كوساين ان تي دي تي. ما هو التكامل؟ هذا الحد تكامله هو هذا، ناخذ هذا الجزء، ناخذ هذا الجزء، هذا الجزء. اذا تكامل هذا الحد اللي هو يمثل اليو دي في تكامله هذا الحد، فنعوض عن يو، نحن نتذكر نعوض عن اليو وعن الفي. ما هي علاقة، ماذا، ما هي قيمة اليو؟ وجدنا قيمة اليو تي، فعوضنا عنها بتي. وماذا نعوض عن الفي؟ نعوض عن الفي ساين ان تي على ان، لاحظوا ساين ان تي على ان. اذا حاليا لدينا، نلاحظ هذه تمثل اليو، هذه تمثل اليو، والساين ان تي على ان تمثل الفي. اذا هذه يو في بي، الناقص ينزل هذا والناقص، ولا ننسى حدود التكامل ايضا من صفر الى 2 باي، الناقص الناقص ينزل. ننزل التكامل نفسه من صفر الى 2 باي، نعوض عن الفي، هذه هي الفي ايضا ساين ان تي على ان، اذا نعوض عنها ساين ان تي على ان، هاي عوضنا عن الفي، هذه هي الفي، ونعوض عن الدي يو تساوي دي تي، فعوضنا عنها بدي تي. حاليا فقط نحل هذا التكامل ونوجد نعوض القيم ويخلص وننتهي من حل ال اي ان. اذا نلاحظ، نكمل، ننزل ال 2 باي مثل ما هي، 1 على 2 باي ساين، هاي من الحاله السابقه نفسها فقط نعيد كتابتها، ساين تي ساين ان تي على ان 0 الى 2 باي ناقص، ونكامل. كيف نكامل هذا الحد للساين ان تي على ان؟ نحن نعرف تكامل الساين هي ناقص كوساين، اذا ناقص كوساين ان تي على مشتقة داخل القوس، مشتقة الان تي هي ان، ولدينا ان فتصبح ان تربيع، اذا ان تربيع جاءت من الان السابقة على مشتقة داخل القوس، حدود التكامل من الصفر الى 2 باي. هنا لدينا سالب سالب، ممكن تحويلها الى موجب، فنقوم بالتعويض، 1 على 2 باي نعوض عن الحد الاول، حاليا نعوض عن 2 باي فتصبح لدينا تي ساين 2 باي مضروبه في ان، طبعا الان هو انتجر عدد صحيح، ف ساين 2 باي تساوي صفر، ساين ان 2 باي لانه هو مضاعفات ال 2 باي تساوي صفر، اذا هذا الحد دائما راح يكون صفر، ناقص نعوض بصفر، ايضا نحن نعرف انه ساين الصفر يساوي صفر، فهذا الحد راح صفر ناقص صفر يساوي صفر، صفر الحد هذا جاء من صفر ناقص صفر، زائد واحد، لاحظوا نعوض عن التو باي، عفوا عن الحد الثاني، فناقص ناقص أصبحت زائد، هاي جاءت من الناقص ناقص، ضربنا الناقص في الناقص. نعوض عن كوساين ان تي ب 2 باي على ان سكوير، فما هو تعويض الكوساين 2 باي؟ كوساين 2 باي هي واحد، لا ننسى أن كوساين 2 أو عفوا ان، أي قيمة عدد صحيحة في 2 باي تساوي 1، وكوساين الصفر أيضا تساوي 1، إذا نعوض كوساين 2 باي تساوي 1 ونقسم على ان تي، لا ننسى ناقصا أيضا كوساين الصفر 1 على ان تي سكوير، نلاحظ هذا الحد يساوي هذا الحد، حد ناقص نفس الحد يساوي صفر، إذا هذا الحد كله أيضا يصفر، فنحصل على 1 على 2 باي في صفر زائد صفر، ويصبح الناتج النهائي صفر، إذا وجدنا أي ان تساوي صفر. بنفس العلاقة نحسب البي ان، لن أقوم بحساب البي ان، فقط بنفس العلاقة نطبق ونفس التكامل، وبعد حساب البي ان نحصل على بي ان تساوي ناقص 1 على ان. إذا حسبنا البي ان تساوي 1 على ان. حاليا
بعد حساب الاي ان والاي نوت والبي ان نقوم بكتابة معادلة الفوريير سيريز التي هي اي نوت على 2 سميشن من ان تساوي 1 الى انفينيتي للاي ان كوساين ان اوميجا نوت تي زائدا بي ان ساين ان اوميجا نوت تي. الاي ان تساوي صفر، اذا هذا الحد جميعه سيصبح صفر، هذا الحد يصفر، وضعنا عليه السهم وصفر، فقط يبقى لدينا البي ان ساين والاي نوت. فنعوض عن الاي نوت، وجدنا الاي نوت سابقا تساوي باي، اي نوت كانت باي، فاصبح لدينا باي على 2 زائد سميشن من الان تساوي 1 انفينيتي. نعوض عن البي ان بناقص 1 على ان التي وجدناها، هذه هي البي ان، هذه تمثل البي ان، تمثل البي ان، بي ان وساين ان تي. حاليا نعوض عن الان مره بواحد ثم اثنان ثلاثه اربعه، فنقول باي على 2 ناخذ الناقص خارج قوس، فكتبنا هذا الناقص خارج ونعوض هنا، عوضنا عن ان تساوي 1 حصلنا على هذا الحد، هنا عوضنا عن ان تساوي 2، هنا عوضنا عن ان تساوي 3، وهكذا نستمر. اذا هذا هو الناتج النهائي او الفوريير سيريز للسؤال المعطى. من خصائص ايضا ننتبه الى هذه الخصائص، اذا كانت الداله ايفن او اود بالفوريير سيريز، اذا كانت الداله ايفن او كانت الداله اود، ف ايفن او اود، ف إذا كانت الدالة x of t المعطاة even، نحن نعرف خاصية الـ even x of minus t تساوي x of t. مباشرة إذا كانت الدالة المعطاة بالسؤال even، نستطيع القول بدون حسابها أن bn تساوي صفر. إذا تصبح العلاقة x of t أي نوت على 2، فقط حد الـ an، أي n كوساين n أوميجا نوت t، لأنه الـ bn تساوي صفر. وإذا كانت الدالة odd مثل هذه الحالة الـ x of t odd، فمباشرة نقول أن نحن نعرف أن الـ odd هي x of minus t تساوي minus x of t، أو نستطيع القول x of t تساوي minus x of minus t، هذه خاصية الـ odd. نفس الشيء هذا السالب ممكن نقله قبل الـ x of minus t فتصبح بهذه الصيغة. فمباشرة نعرف أن الـ an تساوي صفر بدون حسابها، فقط نحسب الـ bn، فتصبح العلاقة x of t تساوي a نوت على 2، والـ an تصفر، فحد الكوساين يصفر، فقط يبقى لدينا حد الساين ان اوميجا نوت تي. هذا بالنسبة للايفن والود. هنالك بعض الاسئلة من الصعب حلها. طبعا الموضوع الاول الذي شرحته يسمى الترينومتريك فوريير سيريز، هذا الموضوع يسمى الترينومتريك فوريير سيريز، الترينومتريك، لاحظوا الترينومتريك فوريير سيريز. بعض الأسئلة من الصعب حلها بمعادلة الترينومتريك التي أخذناها بدلالة الـ A نوت والـ AN والـ BN، لذلك نذهب إلى الـ Complex Fourier Series، Complex Exponential Fourier Series، لتسهيل الحلول، بعض الحلول خاصة التي بدلالة الـ Exponential من الصعب حلها بالـ الترينومتريك Fourier Series، فنحلها باستخدام الـ Complex Fourier Series. علاقة الـ Complex Fourier Series summation من minus infinity إلى infinity لل n c of n e to j n omega not t، هذه هي علاقة الفوريير سيريز. فقط هنا ناقص ناقص عفوا هذا ليس ناقص، موجب الناقص هو عند إيجاد ال cn، ناقص عند إيجاد السين، هنا موجب cn e to j n omega not t، هذه الفوريير سيريز، الكومبلكس فوريير سيريز. وبالتالي نحن نتذكر أن الأوميجا نوت هي 2 باي على t نوت، وفي لو أردنا إيجاد cn هي 1 على t نوت، تكامل من الصفر لل t نوت لل x of t e to minus، هنا نضع الماينس e to minus j n omega not t، فلدينا هاتين العلاقتين للكومبلكس فورير سيريز. كيف نستخدم هاتين العلاقتين؟ سيتضح ذلك بالمثال. ايضا ايجاد الزاويه الفورير سيريز نستطيع التعبير عنه، طبعا هذا الرقم يكون ايماجينري بدلاله جي، فناخذ قيمه مطلقه، هذا يسمى الماجنتيود والفيز.
أيضا سيتضح الماجنتيود والفيز أثناء شرح المثال كيف نستخدم هذه. إذا السي إن قيمة مطلقة نسميه امبليتيود أو الماجنتيود، والثيتا إن هي الفيز. أيضا لو أعطانا أردنا حساب السي إن، لو كانت الترينومتريك فوريير سيريز وجدنا الأي إن والبي إن، كيف نحسب السي إن؟ نستطيع حساب السي إن كقيمة مطلقة تحت الجذر أي إن سكوير زائد بي إن سكوير على 2. ولا ننسى أن السي إن تساوي ماينس سي إن كقيمة مطلقة، لأن القيمة المطلقة تلغي السالب، فلو كانت سي إن سالبة تصبح موجبة. بالنسبة للزاوية أيضا لدينا هنا ثيتا أوف ماينس إن تساوي ماينس ثيتا إن. إذا نتذكر أنه سي إن، لاحظوا بما أنه سي إن تساوي ماينس سي إن، الماجنتيود يكون إيفن، دائما الماجنتيود سيكون إيفن. يكون ايفن. والفيز ثيتا ماينس ان تساوي ماينس ثيتا ان، سيكون الفيز اود، وسنلاحظ ذلك بالمثال اثناء الرسم ان الماجنتيود لنا سنحصل على ايفن ماجنتيود، وبالنسبه للزاويه نحصل على اود فيز. هذه العلاقه مهمه، كيف نجد الفيز؟ نستخدم التان انفيرس للايماجينري بارت للسي ان وعلى الريال بارت للسي ان. هذه الامور تتضح بالمثال اللاحق. إذا لو كان لدينا هذا المثال أعطانا find the exponential Fourier series and corresponding frequency spectra for the function x of t shown. أعطانا هذه x of t تساوي e to minus t، وهذه هي ال t naught، نلاحظ أن ال t naught ستكون 0.5. هذه هي ال t naught، t naught تساوي 0.5 أي ال period، وأعطانا دالة الـ x of e2 minus t. إذا أول شيء t نوت 0.5، نحسب الأوميجا نوت التي هي 2 باي على t نوت وتساوي 4 باي، نعوض فقط عن t نوت. نطبق علاقة الكومبلكس فوريير سيريز التي هي cn تساوي 1 على t نوت من الصفر إلى t نوت للـ x of t e2 minus jn أوميجا نوت t. أول شيء نحسب cn. إذا نأتي إلى التعويضات، نعوض هنا 1 على 0.5، 1 على 0.5 يساوي 2، فنحصل هذا الاثنان، لأن هي 1 على 0.5 نحصل 2، تكامل من 0 إلى 0.5 تي نوت، نعوض عن x of t e2 minus t في e2 minus jn omega not t dt. كيف نكامل هذا الحد؟ نقوم بعملية نحن نعرف عند الضرب تجمع الأسس، فنتيجة الضرب هذه الاكسبوننشال مع هذه الاكسبوننشال نحصل على ماينس تي في 1 زائدا جي ان اوميجا نوت تي. طبعا بعد الضرب ناخذ الماينس تي عامل مشترك، فهنا يبقى لدينا 1 زائدا هذا لانه عند الضرب تجمع الاسس جي ان اوميجا نوت تي دي تي. كيف نكامل هذا الحد؟ نحن نعرف تكامل الاكسبوننشال مثل ما هو يبقى، فقط نقسم على الاس، فنحصل على e للأس ماينس 1 زائد j n أوميجا نوت t، نقلنا فقط ال t إلى هذا الطرف نفس الشيء، وقسمنا على مشتقة، لاحظوا مشتقة الأس. ما هي مشتقة الأس؟ هذا ثابت يم ال x عفوا ال t، فيصبح ماينس 1 زائد j n أوميجا نوت حدود التكامل من الصفر إلى 0.5، ونزلنا الاثنان، هذه الاثنان تم تنزيله. حاليا نأخذ عامل مشترك، أو ليس عامل مشترك، إلى خارج الأقواس، الناقص 1 زائد جي ان أوميجا نوت تي نأخذها إلى الخارج، فتصبح 2 على هذا الحد. والآن نقوم ب فقط أخذنا هذا الحد، الخطوة التي تليها نعوض، أو قبل التعويض نستطيع نعوض، نعم نعوض عن 0.5 بدل التي وصفر، فننزل هذا الحد ثم exponential هذا الحد، فقط نعوض عن 0.5، لاحظوا بدل ال t نعوض 0.5، نعوض 0.5 ناقص نعوض الصفر، يصبح كل exponential للصفر. إذا ننزل هذا الحد مثل ما هو، ويصبح لدينا exponential للصفر قيمته 1، فلاحظوا أصبح لدينا ناقص 1. هذا الحد نستطيع توزيع 0.5، فلا ننسى أيضا توزيع السالب على الحدين، فيصبح لدينا سالب 1 في 0.5، إذا سالب 0.5، ونحن نعرف عند الجمع تضرب الأسس، عفوا عند الضرب تجمع الأسس، فنعيد العملية، هذا الجمع يتحول إلى ضرب بالإكسبوننشال
في exponential الأس أيضا سالب يضرب في جي إن 4 باي، والبوينت 5 أيضا تضرب، فنحصل على ناقصا جي إن 2 باي. هذه الحدود. من خصائص الإكسبوننشال أنه الـ e للأس ماينس جي 2 باي أو أعداد صحيحة من الـ 2 باي تساوي 1. إذن دائما هذا الحد يساوي 1، لأن لاحظوا هو الـ n عدد صحيح، دائما الـ n عدد انتجر، فراح تصبح 2 باي 4 باي 6 باي تساوي، فدائما تساوي 1. إذن هذا الحد، لاحظوا هذا الحد، هذا الحد يساوي دائما 1. هذا الحد دائما يساوي 1، فنحصل على e للأس ماينس 0.5 ناقص 1. لاحظوا هذا 1 e للأس ماينس 0.5 ممكن مضروب في 1، أو هل كتبناها لتوضيح الحل ناقصا 1، ولكن هي e للأس ماينس 0.5. لو قمنا بحل هذا الحد، هذا الحد، فناتجه سيكون ناقص 0.393. إذا نضرب ناقص 2 في ناقص 0.0393 393، نحصل على 0.797، وهذا المقام ينزل مثل ما هو، واحدا واحد زائدا جي. فقط ننتبه هنا عوضنا عن، كان ممكن تعويضه بالبداية أو بهذه المرحلة، لا يوجد فرق، عوضنا عن الأوميجا نوت بقيمتها التي وجدناها بالبداية التي كانت 2 باي على تي نوت وتساوي 4 باي، فعوضنا عنها 4 باي وحصلنا على السي ان النهائية. إذا علاقة الفوريير سيريز اكس اوف تي تساوي، هذه العلاقة جاءت من أين الاكس اوف تي؟ من العلاقة الأساسية للفوريير سيريز، الكومبلكس فوريير سيريز، اكس اوف تي تساوي summation من ان تساوي ماينس انفينيتي الى الانفينيتي للسي ان اي 2 جي ان اوميجا نوت تي. من هذه العلاقة فنكتبه كما هي، ننزل قيمة السي ان التي حصلنا عليها اي 2 جي ان، نعوض عن الاوميجا نوت ب 4 باي تي. اذا هذه هي علاقة الفورير سيريز. حاليا كيف نرسم هذه الدالة؟ اذا اردنا رسم السبيكتروم والفيز لها، يعني الماجنتيود والزاوية، ذكرنا العلاقة أن الماجنتيود نأخذ القيمة المطلقة، يعني نحسب الماجنتيود هو CN قيمة مطلقة، نحن حسبنا هذه هي CN فنأخذ لها قيمة مطلقة. بالقيمة المطلقة العدد الصحيح هذا وبدون، ليس تخيلي، مثل ما هو، تربيع تحت الجذر يعود مثل ما هو. بالنسبة للعدد التخيلي كيف نحسب القيمة المطلقة له؟ نأخذ الحد الأول تربيع، أي الواحد تربيع نربعها، والحد الثاني تربيع، فيصبح فقط اللي الحد اللي يم الجي 4 تصبح 16 باي تربيع ان تربيع، والكل تحت الجذر. اذا نحصل على هذه العلاقة هي للسي ان. اذا نحن نريد رسم السي ان قيمة مطلقة، نعوض عن قيم ان 0 1 سالب 1 2 سالب 2، مجموعة من القيم سالب 3 سالب 4 حسب الى ان نكتفي بالرسم. فلو عوضنا عن ان بصفر بهذه العلاقة النهائية، يعني أقول C of 0 بهذه العلاقة القيمة المطلقة لها، نعوض فقط بصفر ونحلها، نحصل على C of 0 تساوي 0.79. لاحظوا point 0.79. ولو عوضنا بN بواحد نفس العلاقة، هنا نعوض فقط واحد بدل الصفر ونحلها، نحصل على C1 تساوي هذا الرقم. ولو عوضنا بN تساوي سالب واحد نحصل على أيضا نفس الرقم. ولو عوضنا عن n تساوي 2 نحصل على c2 0.031، نعوض 3 هنا بهذه المعادلة، بهذه المعادلة من القيمة المطلقة. ولو عوضنا n تساوي سالب 2 نحصل على هذه العلاقة. إذا نرسم عند الصفر القيمة كانت 0.79، لاحظوا عند الصفر نرسم الماجنتيود تقريبا 8 أو 0.79، عند الواحد والسالب واحد، هذا هو الواحد والسالب واحد، لاحظوا القيم عند السالب واحد، هاي عند السالب واحد، عند الواحد، عند عفوا عند العكس، هذا عند الواحد، عند السالب واحد، عند الواحد القيمة هذه هي القيمة الماجنتيود التي هي
0.063، وأيضا عند السالب واحد 0.0. يعني لو نسقط على هذا الإحداثي هذه النقطة هي 0.063، وعند الاثنان والسالب اثنان 0.031، بعد أقل هاي القيمة، لاحظوا عليها هاتين القيمتين، عند هاي القيمة التي هي راح تمثل 0.031، وهكذا نستمر. مثلا ممكن حساب للثلاثة والأربعة إلى القيمة تقترب من الصفر. لاحظوا هذا الرسم even، نحن ذكرنا سابقا أن الماجنتيود even، ولو نلاحظ نعود إلى محاضرة الايفن والاود، نلاحظ أن هذا الجزء هو نفس هذا الجزء، إذا نقول أن الاكس اوف ان تساوي اكس اوف ماينس ان. لاحظوا نقول أن الاكس اوف ان لو هذا حسب هذا الرسم اكس اوف ان تساوي اكس اوف ماينس ان من هذا الرسم، إذا هو ايفن. بالنسبة للفيز، كيف نحسب الفيز؟ لحساب الفيز علينا أن نتذكر مسألة رياضية الكومبلكس، نضرب بالكومبلكس كونجوكيت. لاحظوا لحساب الفيز، هذه هي علاقة حساب الفيز، تان انفرس موجب لحساب الفيز نقول تان انفرس للإماجينري على الريال. بهذه الطريقة نحسب التان انفرس. إذا للسي ان، ما هو الإماجينري والريال للسي ان؟ علينا حسابه من هذه العلاقة. نحن لدينا هذا هو السي ان، وهذا واحد على زائد ان جي 4 باي ان، هذا ليس الإماجينري بارت، ليس ال 4 باي ان. علينا حسابه كالآتي، نأخذ الحد ونضربه بالكومبلكس كونجكيت له الذي هو نفس المقام فقط إشارة معاكسة، السالب نأخذ ونضرب هذا الحد مع هذا الحد، نضرب هذا الحد مع هذا الحد مع 0.79، ونضرب المقام مع المقام، فنحصل على هذا الحل. بعد أن حصلنا على هذا الحل نقول أن طبعا هاي القيمتين ستقسم على هذه القيمة، بالتالي راح تختصر على القيمة أثناء الحل، فنستطيع القول مباشرة أن الريال بارت هو 0.79 والإماجينري بارت هو ناقص 3.16 باي ان. اذا حاليا ناخذ نقسم الايماجينري بارت تان انفرس للايماجينري بارت على الريال بارت، فنحصل على تان انفرس هذا حاصل قسمة هذا الحد، حاصل قسمة هذا الحد على هذا الحد يساوي 4، ولا ننسى السالب، اذا سالب 4 باي ان. إذا تان ثيتا تساوي تان انفرس، عفوا ثيتا تساوي تان انفرس للسالب 4 باي ان. نفس الحالة نعوض عن ان بصفر واحد اثنان سالب واحد سالب اثنان، لو عوضنا بان صفر بهذه العلاقة ونحلها نحصل على صفر، لو عوضنا واحد نحصل على سالب 1.491، لو عوضنا باثنان نحصل على سالب 1.53، ولو عوضنا بسالب واحد نحصل على 1.491، لاحظوا موجب لهذه القيمة، ولو عوضنا بسالب اثنان نحصل على 1.53. نعوض هذه القيم بهذا الرسم، رسم الفيز، نكتب ال n وهنا نحسب التان، التان انفرس لل n، فالقيم او نحسب فقط الثيتا، الثيتا اوف n ليس التان، هذه الثيتا الزاوية. فلاحظوا عند الصفر صفر، نلاحظ هنا عند الصفر النتيجة صفر، عند الواحد سالب 1.49، لاحظوا عند الواحد طلعت القيمة بالسالب، والسالب تقريبا 1.5 او 1.49. عند الاثنان، عند الاثنان القيمة سالب 1.53، لاحظوا سالب عند الاثنان، هاي عند الاثنان سالب 1.5 تقريبا نفس القيمة، ولو اخذنا السالب واحد القيمة تطلع بالموجب، والسالب اثنان القيمة تطلع بالموجب، نحصل على قيم بالموجب. فهذا هو الفيز. ممكن ايضا نعوض مثلا واحد صفر سالب واحد سالب اثنان سالب ثلاثة سالب اربعة، ونتوقف الى الحد او الى السالب ستة مثلا يكفي اثناء الحل. اذا هذا هو السبيكترم للدالة المعطاة، الكومبلكس فوريير سيريز، حسبنا للدالة المعطاة الكومبلكس فوريير سيريز، ثم حسبنا الماجنتيود او الامبليتيود لها، وحسبنا الفيز لها.